الآن خلونا نأخذ تقرير الرجل أيضا، يعني أخذنا العمة وأخذنا الجنة، بس بقى الرجل أكيد هو المفصل المهم بهذه المشكلة. إيش قال بهذا التقرير؟ خلونا نتابع الرجل ومشاكله بين الزوجة وبين أمه. تحدث عن الخلاف بين العمة والكنة، رأيك شنو سر الخلاف؟ والله هو يعني اكيد خلاف قديم هذا، يعني بين العمه والكنة، بس صراحه يعني انا اشوف وجهه نظري انه دائما العمه تعيل على الكنة، يعني انه تشوفها تحسها انه اخذت ابنها من عندها، فيعني تظل مشاكل دائمه. بس بهذا الحاله لازم انه الرجل يتدخل، يعني هو يفرض شخصيته عليها، يعني يحاول انه ما يبعد زوجته عن امه، لان بحالته لا يقدر يخسر زوجته ولا يقدر يخسر امه. يعني الرجل اذا كان هو يعني رب العائله مثلا، او ما موجود، او هو الاخ الكبير يعني بالعائله، هو يقدر يتحكم بيها، يعني لا ينحاز للام وفي على زوجته، او لا ينحاز لزوجته ويغضب امه. يعني بس انا يعني كوجهه نظري يعني نقول شويه للام، شويه للام، لانه الام مثل ما يقول جنة تحت أقدام الأمهات، يعني الله أعلم الأعمار بيد الله، رايحة لدار حقها، زوجتك باقية وياك، تقدر شلون نقول تمتص غضبها، يعني ترضيها بما بعقلك مو على سبيل أمك، ولا شلون نقول يعني تغضب زوجتك في سبيل على أمك، يعني أو بالعكس. الرجل قوي شخصية أم ضعيف الشخصية، أم ما يعرف شنو بده يصير؟ والله هو حسب، يعني من كل شيء موجود، أكو الضعيف تلقي القوي، بس يعني هو اغلب الاحيان اللي نشوفها انا وجهه نظري الشخصيه انه الضعيفين، يعني الاغلبيه انهم ما يعرفون يفصلون بين زوجته وبين امه، يعني ما يعرف انه ينطي كل وحده شنو حجمها بالبيت، ما يعرفون يفصلون. اليوم الظواهر السلبيه بهيج حالات مشاكل بين الزوجه والعمه، الشباب هذا الجيل يقدرون يداركوها؟ هسه يعني اغلب الزيجات من ضمن الشروط يقول لك يطلع بيت واحد، فشوية نقول المشاكل تبدأ تقل. احنا بوقتنا ماكو، يعني احنا زوجنا بظرف حصار، يعني مجموعين انا واخويا بيت واحد، يعني الا ما شوية صارت الامور زينة يلا قدرنا نطلع، صير مشاكل. بداية زواجك حصلت مشاكل وحليتها ام استمرت؟ اي صارت مشاكل، اي صارت مشاكل، وهي يعني قلت لك يعني يدخل بها العقل، يدخل بها العقل من الزوج والزوجة، يعني تقدر ترضي زوجتك تقول لها يابا ترى هاي أمي، يعني اليوم يمنا باكر مو يمنا. الإنسان من يتقدم بالعمر يقول لك شلون يبدي عقله، يعني شلون يرجع طفل يبدي يتدلل عليك. صارت مرة، عفوا، صارت مرة احتاريت إنه شلون تتصرف؟ إيه وصلت وزعلت الزوجة وراحت لأهلها للعصر لليل ورحت جبتها، فأنا يعني قلت لك زوجتي قريبتي، يعني بتعمي ووالدتي تصير خالتها، فيعني ما مرينا بذيك المشاكل شلون نقول القوية الصعبة. لا يعني مشاكل مال ساعة ساعتين ثلاثة وكل شيء ينتهي. زوجتي معلمة مثقفة، قدرت يعني فهمتها ترى هاي والدتي هيجي وكذا، وأنا الكبير مال أخوتي، فالحمد لله.